كذلك بهذا الموضوع الأساسي والهام جدا، أنه لا يوجد في الجزائر مشكل ندرة على مستوى المواد الأولية واسعة الاستهلاك، بل كان فيه موضوع أو فيه إشكال حول إشكالية التوزيع وتنظيم التوزيع، لأن تعرفوا جيدا مهام وزارة التجارة هي أولا ضبط السوق الوطنية وتنظيمها، وكذلك عندها أولوياتها الثلاثة المعروفة، هي أولا ضبط السوق وحسن توزيع المواد الاستهلاكية، ثانيا المراقبة والسهر على صحة المواطن والتأكد من أن هذه المواد صالحة للاستهلاك، ثالثا هي كذلك يعني تطوير التجارة الخارجية، وفي نفس الوقت كذلك رقمنة القطاع. هذه الأولويات الأساسية، وبالتالي يعني انطلاقا من كل هذه المعطيات، من أن التاجر شريك، من صلاحيات وزارة التجارة، انطلقنا في تحسين الاستراتيجية الوطنية من أجل أن يعني بلوغ هذه الأهداف، لأن يكون المواطن يصوم بطريقة والمواد الأولية والمواد الأساسية تلحق بانتظام. قلت ما فيش ندرة في المواد الأساسية، فيه فقط كان فيه تذبذب في بعض المناطق، وذلك ناتج من جراء يعني عدم التحكم في شبكة التوزيع بصفة دقيقة، بصفة مهيكلة، وبصفة رقمية. هذا هو الإشكال اللي كان مطروح.